احنا معانا دلوقتي على التليفون الاستاذه الدكتوره امنه نصير، استاذ العقيده والفلسفه وعضو مجلس النواب. اهلا يا دكتوره. اهلا بحضرتك. ازاي حضرتك؟ وحشتينا جميعا. ازيك يا فندم؟ اهلا بحضرتك. انا عايزه اخد راي حضرتك، ايه راي حضرتك في تغليظ العقوبه على اهمال الاباء في حق الاولاد؟ يعني حضرتك العقوبه الحاليه هي ممكن تكون 3 سنوات وكمان لا تنفذ، ولكن حضرتك الاستاذه النائبه متقدمه بمشروع ان لابد من تغليظ هذه العقوبه الى ان تصل 10 سنوات. راي حضرتك ايه؟ شوفي يا ست، بسم الله الرحمن الرحيم، انا عايزه اقول لك ان فعلا طرأ علينا في الاونه الاخيره على الاسره الرجل والمراه، والمراه اكثر في هذه الرعايه الحكيمه. لابد للام ان تكون ام حكيمه تزن الامور. هي بتنشر غسيل، انشري ست، هاتي جنبك شلت، هاتي جنبك بطانيه، هاتي جنبك حته سجاد وحط البيبي عليها وانشري، وخلي هذا الطفل في حمايه او في السيف سايد زي ما بنقول. ايوه فندم. انما في حاله من لا مبالاه، ده على فكره بقت نقمه في معظم او كثير من الشعب المصري، سيدات ورجال، في حاله من اللامبالاه، اهمال، ما عندناش الاحتمالات ان انا لا، طب انا لو رحت الولد ده على ايدي ده هيتدلق مني من البلكونه. انا هقول لحضرتك موقف شفته بنفسي، كنا ماشيين في شارع السراج راجع على بيتي. ايوه. بصيت لقيت الطفله بتاعتي يمكن 5 سنين وما شاء الله شعرها طويل ومطلعه راسها من الازاز، انا كتبت فيها مقاله يومها في الاعراب. ايوه دكتور. وشعرها عمال الهوى يشد يشد، فقلت لها كم انت ام حمقاء. طبعا. ودي لو يعني لو رجعت للاهرام من سنتين هتلاقوا هذه المقاله. يعني حضرتك مع تغليظ العقوبه يا دكتوره؟ ايوه انا مع طبعا. ومع التوعيه برضه. ومع ايه يا فندم؟ لازم يبقى في توعيه. في توعيه. انا عايز في بعد ثقافي وبعد انساني وبعد ارشادي. هل احنا اهملنا المجتمع وتركناه كده يا رب نفسه بنفسه وبالتالي نرى هذه الافرازات السلبيه؟ برضو المساله لابد ان احنا كلنا نحاسب انفسنا. ايوه فندم. وانا اول واحده كاستاذه جامعيه بحاسب نفسي، لماذا انا الطالبات اللي قدامي دول ما ادلهمش كل محاضره ادخلها 10 دقائق قبل الماده العلميه؟ مظبوط. في الاتيتيود، في السلوك، كيف تكون انسانه، كيف تكون هو انا التطلع. بس انا اعتقد، وطبعا حضرتك صلحيلي وضيوفي لو انا غلطانه، ان معظم هذه الجرائم بتيجي من اللي لم يحظوا بقسط كافي من التعليم، يعني غالبا بيبقى معاها جهل، لكن اللي بيوصلوا الجامعه دول اعتقد بيبقوا برضو عندهم شيء من الوعي وادراك الخطوره. ولا حضرتك رايك ايه؟ انا معاكي تماما، لكن عند التطبيق في مفادات الحياه تجد فيهم هذه الرعونه في كثير من الاحيان. يعني مثلا زي اللي حضرتك استاذه شفت المنظر ده، ان تيجي بنت مثلا مقعدها في الصف الثالث فتروح طالعه كده الصف الطابور البنشات نمره 1 و2 وتقفز بجزمتها على وش اخواتها وزميلاتها وتروح طالعه على مقعدها هناك. انا المنظر ده مره عملته طالبه، مهما اقول لك انا عملت فيها ايه. ايوه فعلا ده بيحصل. اشكرك يا دكتوره امنه، شرفتينا يا دكتوره امنه. اتفضلي. بصي